السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله بدنا نتعلم نظريه او فلسفه مهمه جدا، وهي نظريه السنتر لاين، ثيوري اوف سنتر لاين، او خط المنتصف او خط المركز. دايما هتسمعوني وانا بشرح الحركات القتاليه هنقول بطلع من السنتر لاين، احافظ على السنتر لاين. والسنتر لاين يا شباب معناه طول ما انا بهاجم او بدافع من السنتر لاين هيبقى الهجوم والدفاع قوي جدا، وطول ما انا ببعد عن السنتر لاين في الهجوم او الدفاع هيكون ضعيف جدا. وده معناه هتلاقوني مثلا لما انا بشرح التانساو اوكي بقول تطلع من السنتر لاين. السنتر لاين اللي هو خط المنتصف، تلاقي الحركه شايفين طالع من جوه ازاي، مش من بره، او اللكمات المستقيمه طالع من جوه في زاويه ميل من النص، تمام، او البالم سترايك، تشين بانشز، اي وضعيه البونج ساو، دايما تلاقوني من جوه مش من بره، سواء في الركلات سواء في اللكمات او في اي حاجه. للتوضيح اكتر محمد دافع عن نفسي من غير سنتر لاين، اوكي، وبعدين ههاجم برضو من غير سنتر لاين، هنشوف ايه اللي هيحصل. اوكي محمد بانش، طب ركزوا كده دلوقتي معايا، محمد اضغط، محمد لو ضغط هيعرف يوصل لي الضربه في وشي وهيصيبني. ليه؟ لان بصوا كده الحركه، انا خارج عن السنتر لاين، انا مش جوه السنتر لاين، مش في المنتصف. اوكي طب بصوا كده معايا من غير ما ابص لمحمد، محمد اضرب بكوع يا محمد، حاول توصل لي محمد، حاول توصل لي، صعب محمد هنا، صعب هنا محمد يوصل اللكمه في وشي. اجمد يا محمد، تاني اجمد اجمد، حاول تضرب في وشي اجمد. شايفين محمد صعب يوصل اللكمه في وشي ليه؟ لاني انا جوه السنتر لاين. اوكي برضو كذلك انا دلوقتي لو هضرب ورا بعض من غير سنتر لاين مش هيكون تاثير شديد، لكن طول ما انا في السنتر لاين هيعرف يكون تاثير شديد جدا سواء في اللكم او الركل. فمفهوم يا شباب خط المنتصف اوكي او السنتر لاين معناه ان انا بخرج الهجوم او بدافع عن نفسي من السنتر لاين، تمام. حتى محمد، حتى دلوقتي محمد لو حابب مثلا يضربني مثلا ركله هنا راوند هاوس كيك، اضرب محمد راوند هاوس كيك، شايفين انا طلعت الجنسه منين؟ من هنا. لكن لو طلعتها من بره كده مثلا من 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 خارج السنتر لاين، اضرب محمد اضرب، لو خرجتها من بره السنتر لاين هتيجي فيا. فيا شباب مفهوم السنتر لاين لازم اطلع اللكمات او الركلات من خط المنتصف، تمام، في النص. اوكي لكم ركل بونج ساو تان ساو. اوكي اتمنى تكونوا فهمتوا نظريه السنتر لاين، الهجوم بتاعك والدفاع بتاعك بيجي من خط المنتصف، سواء لكمات سواء حركات في اليد الفارغه سواء ركلات، دايما احافظ على السنتر لاين في الدفاع والهجوم. واتمنى تكونوا فهمتوا النظريه ديت بشكل مبسط. سلام عليكم.